تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في هذه الليلة الرمضانية، ليلة عربية إفريقية أمازيغية كذلك هنا بالملعب البلدي لمدينة بركان هنا بأقصى شرق المملكة المغربية. الموعد مع ذهاب كأس الاتحاد الإفريقي الموقعة الأولى هنا بالملعب البلدي بين النهضة البركانية والزمالك المصري، الزمالك الذي تعود على الحضور إلى المملكة المغربية، ثالث زيارة للزمالكوية بعد المباراة الأولى أمام اتحاد طنجة والمباراة الثانية أمام فريق حسنية أكادير. هاو يلاقر عليها يا باكر، يعطيها الصافرة والإشارة سيكاسوي والمتابعة من حتى التي خاضها في مشواره الكروي الديربي أمام وتسديدة فوسا جول مرة جانبية. يوسف دايو كاد يعود الكرة مرة أخرى بعد أن فعل أمام صفاقسي التونسي. بياس يلا جول يلا جول يلا جول غير معقول، يلا جول غير معقول. لحظة تباطؤ ضاع الهدف يا لابا يا كوتشو، ماذا كنت تنتظر يا لابا؟ هذه جاته في اليوم مدرب مساعد بعد ما فعلها كلاعب رفقة نادي الجيش الملكي بينما لدينا كرة. من المباريات مع الأندية المغربية فاز في 10 وتعادل في 5 وخسر في مباراتين، طبعا المباراتين التي خسرهما فريق الزمالك بالاراضي المصريه اول هزيمه للتيمومي. ستلعب هذه الضربه الحره، عمر النمساوي يرفع جول غير معقول. يوسف ميمرش ميمرش يا يوسف، خطيره خطيره، صلع كوره، كيف مرت هذه الكره يا يوسف يا دايو؟ هذه الكره التي يلعب عليها كثيرا محمود كهربا. مره اخرى هذه فرصه 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 تضيع مره اخرى، هذه المرة عمر صلاح من تصدى لها، نعم في تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وجانيسكي. السلام تحرك رائع رائع من لابا رائع من لابا ومن الكمات نتفوق عليهم على مستوى القامات، لكن حذاري، هاي الكرات الصعبة هاي الكرات الصعبة، الحكم صفر خطأ، نعم هاي الكرات الصعبة اللي ممكن يستفيد منها محمود كهربا ويوسف أوباما وأحمد في أي لحظة يصنعوا الفارق. هذه الكرة الأمامية يلا يا المحمدي في اتجاه من لابا كوتشو، يتدخل بعد ذلك محمد عبد الغني والحكم يصفر خطأ لفائدة فريق الزمالك. لما ديكور معروف بعرضية عمر، معروف بعرضية عمر والراسية من الكاس. العودة مرة أخرى لبكر، يرفع بكر بحثا عن اللاعب الهدف الشرعي الذي لم يحتسب الحكم. لابا امشي لابا امشي لابا امشي لابا الأول يا لابا، ممتازة ممتازة ممتازة، فرصة بعيدة جدا، الحكم يقول فيها ركنية لأنه لمست أحد المدافعين. عمر صلاح تمشي كرة عالية، كرة الآلية، فرصة فرصة مرة جانبية، مرة جانبية. يوسف وضاي يظهر من جديد، عادة يوسف وضاي يكون حاضر في الكرات الثابتة، آخر ممكن يتقبل أهداف في ذلك، يحاول الخروج ويحاول إبعاد الضغط على حال. عمر النمساوي يستلم من عمر، يرفع عمر يخرج من الربع أمام الفيتا كلوب، كان مستعجل كثيرا والاستعجال ضيع عليه كث خروج الكرة. وضعية تسلل واضحة، نعم واضحة، لحظة خروج الكرة من سويليشو. كأس تربح هنا بملعبهم في لقاء الذهاب، حذر من هذه الكرة مرة جانبية، تركوا له المجال ليسدد هذه الكرة مع الأسف. عمر السيد تركوا له المجال مع الأسف ليسدد هذه الكرة. لحسن الحظ أنا أمامي لمن أنا لازلت مصر على كلامي، لو يسجل الفريق البركاني ستتغير المباراة، لو يسجل الفريق البركاني ستتغير المباراة، لأن من طارق حامد يعني الميزة اللي عن طارق حامد هي المكرة. الهلالي يسعى لتنفيذ هذه الضربة أمامية داخل منطقة الجزاء ولكن بعيدة تماما، في الوسط وينتشر بشكل جيد ولا يترك الممرات، بينما هنا فرصة 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 عمر صلاح يخرج في نهاية المطاف، نعم أمام اللاعب حمدي الأشير، نعم من يا عمر، الكل مراقب يا عمر، أرضية فرصة تطول على بكر مع فريق الوداد، تلعب هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، الركنية بعد ذلك للفريق البركاني، نعم على بعد أقل من 5 دقائق. عمر النمساوي بالراس، فرصة لا 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 لا، غير معقول ما يحصل، غير معقول ما يحصل، أعطيني حد الزمن. حذري 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 من محمود كهربا، الحمد لله مرت سالمة، الحمد لله مرت سالمة، لأنه كان بإمكان يوسف أوباما المطلوبة محاولة من الكأس، ولكن هنا
الحكم ماذا يقول؟ الفئة صافرة، الفئة خطأ، والفئة ضربة حرة لفائدة الفريق اليمني. عمر يرفع، عمر يرفع، عمر كرات مثل هذه عليا يا عمر، والكرة بعد ذلك انطلاقة من محمد فرحان. عليا يا فرحان على القائمية الأول يا فرحان، تمكن من التسجيل، تبجيل الكرة الأمام لفائدة الأب حمدي العشير. في طول الحكم ماذا يقول؟ لا وجود لخطأ، يا سلام يا سويل، لا وجود لخطأ، تعطيه كانت في المستوى، الحكم يوقف اللاعب لأنه في نهاية المطاف. هذه مجرد كرة القدم، والروح الرياضية هي التي تنتصر. هناك فائز وهناك خاسر، ولكن في النهاية الروح الرياضية هي التي تنتصر. المباراة تتوقف، ماذا سيفعل فرحان؟ عليا يا فرحان، كان سيئة منك يا فرحان. في الوالة الأولى كان ممكن أن ترفع هذه الكرة، لكنك أندية اللي فاز عليها الفريق البركاني. بكر اليمنية، بكر يسددها بعيدة، نعم كان المجال متاح لك لأن تسدد هذه الكرة يا بكر اليالي، ولكن ليس بهذه الطريقة. لماليا ويدار لابا، كان فيه دفع وإنذار، هذه فيها ورقة صفراء. نعم برافو جاني سيكازوي. النمساوي سدده، عمر صراح في المكان المناسب. هذه كانت اقل قوه مقاتل معه جدا في نصف ميدان فريق الزمالك. هنا بكر اللي لعبه ثنائيه مره اخرى، هنا فعلا 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 فيها تدخل، فعلا فيها تدخل نمساوي، خاصه لما ينفذ عمر غير معقول، والراية مرفوعة. محمد فرحان، يلا يا فرحان، يلعب الكرة لمحمد عزيز. الحكم يقول فيها ضربة مرمى. نعم عزيز حاول المرور وحاول جهة الأسرة. بكر فرصة للتحضير، 1-2 دائما فرصة، لم يتحكم فيها وللعب محمد فرحان، وبالتالي تصل لحارسي المرمى. عمر صلاح شوف الإعادة مرة أخرى، فرحان في الاستلام، عبد الله جمعة حذر من العرضيات، خطيرة، برافو يا فرحان. هذه كرة خطيرة، يا ستار أسطر، على كرة صعبة لمحمود كهربا، كان ممكن هذه الكرة يا كهربا أن تصعق. يستعد صعود مجموعة من اللاعبين، النمساوي يرفع كرة، يلا جول، غير معقول، وجول، لا، الشيء اللي يحصل غير عادي، الركنية غير معقول، حرام عليك يا جاني سيكازوي، حرام عليك يا جاني. عمر النمساوي والقائم الأول عندك يا فرحان، يفضل الدخول سمير من هذا المكان، صعب يا سمير. نعم عبد الله قمع، الحكم ماذا يقول؟ لا وجود لخطأ، عمر النمساوي، يلا النمساوي سدد، عمر صلاح مرة أخرى إلى الركنية، غير معقول ما يحصل اليوم، غير معقول. عمر أو بكر اللي لعب للنمساوي، عمر النمساوي العرضية على القائمة الأول. عزيز كان في الانتظار، عزيز اللي كان في انتظار هذه الكرة. يفعل لابا وسط ثلاث لاعبين، لابا كوتشو، الحكم يصفر خطأ. نعم خطأ منك يا سمير، حذاري يا سمير، والكرة بعد ذلك تخرج إلى ضربة مرمى مرة أخرى. كهربا مرة أخرى يطرد لعب سمير، ويدار لاباكوجو في الانتظار، لاباكوجو كان في، يلا يا عمر، والكرة على المرمى. هذه لم تكن بي المركزة يا عمر، إنما ويدار يا سلام أمامية في اتجاه لاباكوجو، فرصة دير عليا يا بكر، ارفع يا بكر الهلالي، برافا، حاصروا بشكل كبير لاباكوجو. عزيز تلعب هذه الجانب يا عمر، النمساوي فرصة، وين موجودة؟ شوف الفراغات الموجودة ليستغلها، خطيرة يا ستار أسطر، كرة كان صعبة، إبراهيم حسن وجد، ترجع مرة أخرى بركانية، فرصة، لمست أحد المدافعين، لابا يسدد ولكن لم، وسط ميدان دفاعي، الكرة بركانية، الحارس نعم، يعني كل ما تقدم الوقت وكل ما توالت الدقائق فالثقة تزداد بالنسوي، النمساوي سيرفع هذه الكرة، النمساوي فرصة، لا غير معقول ما يحدث، دخل بالراس مرة أخرى، ترجع للبريك، لا، هذا الشيء فوق الخيال. فرصة
الزكاوية. لابا لابا يحسمها، لابا يضرب في مقتل، لابا يوضع في شباك الزمالك 1-0. هدف قاتل كالسم